كذلك نتابع التطورات المهمة جدا، الانعطاف المهم في الصراع السوداني بين الجيش وقوات الدعم السريع. الآن من دارفور ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم حكومة إقليم دارفور مصطفى جميل. السيد مصطفى، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. نبدأ سريعا بتطورات البارزة العسكرية. معلوماتكم سيد مصطفى حول اغتيال اللواء ياسر فضل الله، هل ألقي القبض على متهمين أو على الجنات؟ عليكم السلام. معلوماتنا مسبقا من الموقع الرسمي للقوات المسلحة السودانية لا توجد معلومات أخرى. سوى المعلومات الواردة من أو النعي الذي كتبه أو الذي القائد البرهان في الموقع الرسمي للقوات المسلحة السودانية. لا توجد معلومات مفصلة أو تفصيلية عن إلغاء قبض على من قتله. نعم، أنا وجدنا النعي في الموقع الرسمي للقوات المسلحة السودانية. سيد مصطفى، عادة حينما نتابع تطورات هذه الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، عملية الاغتيال تكون في الجيش من الطرف الآخر الدعم أو العكس، ولكن هذه المرة المقتل اللواء فضل الله من داخل الجيش نفسه، أو على الأقل هذه المعلومات الأولية. كيف تفسرون حادث الاغتيال هذا؟ تعليقكم حوله. في الحرب طبعا نحن موظفنا كحكومة إقليم دارفور موظف محايد في صراع القوى العسكرية السودانية. مهمتنا تنحصر في حماية الأسواق فقط. وصلت تعزيزات من القوى المشتركة من مدينة الفاشر، تعزيزات لحماية سوق مدينة نيالا، ونيالا هي العاصمة الاقتصادية لإقليم دارفور، في طريقة لتتحول إلى خرطوم أخرى. الآن نيالا بها حركة نزوح كبيرة جدا لولاية شرق دارفور، بها حركة نزوح لمحليات ولاية جنوب دارفور الأخرى. فنحن وجودنا لحماية الأسواق، وجودنا لحماية الأسواق وسوق نيالا الكبير، وجودنا لحماية الطرق. حتى الطرق طبعا بتكون بها أعمال سلبية، أعمال لها. نيالا مدينة في 30 كيلومتر مربع، الأطراف المتصارعة بها، يعني هي نيالا تقع داخل دائرة القصف المدفعية ومدفعية الميدان، تصل لكل البيوت. هل ما زالت محاصرة من قوات الدعم السريع؟ هو القصف متبادل ما بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. نعم. مدفعية الميدان من الطرفين تصل محيط مدينة نيال التي لا تتجاوز 30 كيلومتر. فتضررت المدينة بشكل كبير. نعم. هناك مئات من القتلى، هناك مئات من الجرحى، هناك آلاف من النازحين. حاكم إقليم دارفور الأستاذ مناوي عمل مناشدة لوقف القتال داخل المدينة. إلى الآن القتال في داخل المدينة بشكل شرس، قذائف متبادلة وقتل وتشريد، انعدام للعلاج بشكل كبير، لا يوجد مستشفى داخل الخدمة. فالوضع مزري والوضع مأساوي بشكل كبير. كنتم أعلنتم منذ يومين السيد مصطفى بأنه لم تصلكم أي معونات إنسانية كانت وصلت سابقا إلى بور السودان. لماذا؟ ما الذي عطل وصول هذه المساعدات؟ هل هو غياب الممرات الآمنة أم ثمة أسباب أخرى؟ لا، الممرات الآمنة القوات المشتركة التي تم تكوينها بواسطة حكومة إقليم دارفور هي تؤمن حركة القوافل التجارية وحركة الإغاثة من مدينة كوسي إلى مدينة الفاشر ومدينة نيال. لكن هناك المواد الغذائية، المواد الإغاثية، المواد الصحية، في شح في وصول هذه المواد من المنظمات الإقليمية والدولية. يعني الذي وصل لا يفي بحاجة المواطنين، هناك آلاف النازحين، هناك آلاف اللاجئين، الذي وصل عدد بسيط جدا لا يقدر. يعني الآن المعارك في نيال، المعارك بقية الإقليم في جزء من الهدوء. نعم. تتحول المعارك من نيال لولاية أخرى، تتنقل بين الولايات وبين المناطق. التوصيف الدقيق سيد مصطفى إلى ما يجري من الشق الإنساني، هل يمكن القول بأن الإقليم بكل ولاياته قريب الآن من مرحلة الجوع؟ الإقليم على شفاء الجوع الآن. الإمداد البسيط الذي يأتي للإغليم يأتي عبر الممر الإنساني والجسر الإنساني الذي تؤمنه القوة المشتركة من وسط السودان إلى غرب إلى الإغليم. لا توجد حركة زراعة لأن الحرب الحرب حالة دون المواطنين المناسبة للزراعة، ما فيش زراعة، ما فيش مواد غذائية بدأت تقل. فالإغليم في طريقه إلى خرطوم أخرى ببساطة.
من أين حيتقصدون خرطوم أخرى؟ كمية التحشيد العسكري هناك وحجم الاقتتال؟ تحشيد عسكري بزوح الخرطوم، أغلبية مواطني الخرطوم خارج الخرطوم، البنى التحتية مدمرة، المراكز الصحية لا تعمل، المؤسسات الحكومية لا تعمل. نحن الآن الضعين يمكن يكون فيها استقرار، الفاشر فيها استقرار، جنينة مدينة لا يعني لا 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 يوجد لها بها نوع الزهلينجي نوع من الاستقرار. الآن المعارك في نيالة، لكن المعارك تتحرك بشكل سريع ودراماتي. الآن في نيالة ممكن يكون غدا في زهلينجي، بعد غدا في الجنينة، فيصعب السيطرة على هذا الوضع المأساوي. نعم سيد مصطفى، أعلم بأنكم تهتمون بالشق الإنساني بالدرجة الأولى، ولكن بالتأكيد تتابعون كل التطورات في إقليم دارفور بولاياته. ففي سؤال أخير، تعليق حول ما يجري عسكريا، أطراف أخرى دخلت هذه الحرب في الإقليم، بينها تمازج وجماعات أخرى انضمت للدعم السريع، كيف تعلقون على هذا التطور العسكري؟ هل هناك تحركات لافتة لأعداد كبيرة من تمازج أو من جماعات أخرى؟ أنا الحرب يعني هي الحرب فيها تحشيد بين الطرفين، وفيها بيانات انضمام، بيانات تأييد، قوة عسكرية مناوئة، مثلا قوة عسكرية موقعة على السلام أعلن انضمامها إلى طرف من الأطراف الصراع، وجود مغاتلين في دولة أخرى انضموا لواحد من الأطراف، هذا هو الوضع في إقليم دارفور. نعم شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دارفور عبر الهاتف المتحدث باسم حكومة إقليم دارفور مصطفى جميل، شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.